فترة الحظر اكو وايا فيديوهات بثوها هم عبر قنوات هم يعرفوها كل الشيء ماكو المتضارب من اللي اسمه اول عملية شو يسوي له يخلوه يبوس القنطرة يكسر معنويات هو الطفل بعد صغير 15 سنة صغير هو يعتبر يخلوه يبوس القنطرة وراها تعذيب وراها عملية اغتصاب زين احنا ما راح نناشد الحكومة لان الحكومة حكومة القناصين كانت تدري وتعرف كل الزنية وساكتة نتوسم بحكومة الكاظمي اذا هو كان فعلا جاد هاي قضية مطروحة قدامك قضية رأي عام تقدر من هاي القضية ماكو تلزم راس الخيط وتعشي يعني بربك بشرفك بغيرتك ثلاثة متظاهرين سلميين هم كل شيء مشاين لا بابات ولا شيء تلزموهم وتختصموهم زين اذا انتم مسلمين اذا على فرضية انتم مسلمين دينكم يقبل هيك شيء اليهود ما سووا فلسطينيين اليهود اشرف من عندكم يعني ثورة تشرين سبعة اشهر من عمليات خطف للبنات من ساحة التحرير وتعذيبهم واغتصابهم ويا بنات بالنهاية راح نقول ثورة تشرين هي راح تنتصر بالنهاية هذول الثوار راح يجي يوم يشوفون ماكو هذول شلون راح يرقصون انا بنجاح هاي الثورة بس ما طالت هي سبعة اشهر وبعد سبعة اشهر ماكو هم انا ماكو راح تشوفون هاي الثورة شلون بالنهاية راح تحقق اهدافها لان يعني هاي الثورة الشعبية الله يرحم شهداء ثورة تشرين ويشافي جرحانا وعاش ثورة تشرين